سلام، كي دايرين؟ بخير. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال سوليما فولو اب رقم 11. الوقت كيدوز دغيا. فهاد الحلقه كما كتعرفوا غادي نرجع على التعاليق ديال اخر فيديو تحليلي اللي درنا ديال ذا شوشانك ريدمشن. ولكن قبل كنت باغي نبارطاجي معكم شويه العالم ديالي ولا البروسيس اللي كان تبعوا باش كنكتب الحلقات ديال سوليما بودكاست. كيوصلوني دي ميساج ديال الناس اللي عندهم تساؤلات ولا كيطرحوا لي اسئله، كاين فيهم اللي تقنيه على كيفاش كنصور، وكاين اللي فيهم على كيفاش كندير الابحاث ديالي. دونك اليوم قلت لهم نركز على النقطه الاولى اللي هي كيفاش كنوجد لي فيديو ديالي من ناحيه المحتوى. كما كتعرفوا كاملين وبالنسبه للكوميونيتي اللي كتبع سوليما بودكاست وكنشكرهم بزاف، ان انا ماشي مختص في السينما ولا ناقد سينمائي، انا مير انثوزياست ديال السينما كما كيقولوا، متحمس ولا عاشق للسينما. وقررت انني نبارطاجي العشق ديالي لهذا الفن عبر هذه القناه ديال يوتيوب. اذا كيفاش كيبدا البروسيس باش كنكتب حلقه ديال سوليما بودكاست؟ اول سؤال بيان سور اللي خاصو يتطرح هو على اين فيلم غادي نهضر. وهنا كاينين بزاف ديال المعايير، كاين نقولوا كاين المعيار ديال ديالي انا، يعني الفيلم اللي كيعجبني. كما كتعرفوا تنهضر على الافلام اللي تيعجبوني، ما تنبغيش نهضر على الافلام اللي غادي ننتقدها، لان كتجيني بالله كتبدل بزاف ديال الطاقه باش انك تصايب محتوى. واللهم نهضر على شي حاجه اللي عجباني وباغيكم حتى نتوما تفرجوا فيها، على من انني ندير الطاقه ديالي كامله في شي فيلم اللي ما عجبنيش ولا داعي اننا نهضروا عليه. ولكن المعيار ديال شنو هو فيلم زوين وفيلم خايب كيتعلق بيا شخصيا، يعني المعيار ديالي الافلام اللي تعجبوني يقدروا ما يعجبوكش انت، ما يقدروا ما يعجبوكش انت. لان كاين في السينما تنظن بحالها بحال الموسيقى، كاين انواع مختلفه، وكاين اللي عزيز عليه مثلا يتصنت الريغي، كاين اللي عزيز عليه البلوز، كاين اللي عزيز عليه الراب، وكاين اللي ما كيحملش الموسيقى الكلاسيكيه، وكاين اللي ما كيحملش الراغاطون ولا اي حاجه. ولكن في السينما كيجينا بحال خص يكون عندنا واحد الذوق موحد، يعني كاملين عجبنا نفس الحاجه. وهاد القضيه غلط، لان كل واحد فينا عنده اذواق مختلفه. واحده من الاشياء هو تنقرا التعاليق ديالكم، وفي التعاليق وكيوصلوني حتى في لي ميساج بزاف ديال الاقتراحات ديال الافلام، وكنشكركم بزاف، لان كاين بعض المرات افلام اللي دايرهم في بالي باغي نهضر عليهم في سوليما بودكاست فاش غادي يجي وقتهم. وكاين افلام اللي ما تنعرفهمش، وفي هذه الحاله هذه تنكتشف افلام جديده عبر التعاليق ديالكم. اذا كاين هذا المعيار هذا، وكاين المعيار ديال what I'm feeling watching today، زعما as simple as that، نطرح على راسي سؤال بحال هكا، شنو بغيت نتفرج اليوم؟ اون فوا كو الفيلم تسيليكسيونا وعارف اين فيلم غنهضر عليه، تندوزو للمرحلة الثانية واللي هي أساسية، هو أنك تفرج في الفيلم، لأن صعيب أنك تهضر على فيلم ما مفرجش فيه، خصوصا فاش كيكون شي فيلم كلاسيكي ولا شي فيلم اللي فايت شايفو، خاصني ولا بد نعاود نتفرج فيه على الأقل مرة باش أن الأفكار ديالي وأن الذاكرة ديالي ما تخونيش، ونبقى نتبع الأحداث ديال الفيلم هما هادوك. كنتفرج المره الاولى، في هذه المره الاولى كنتفرج واحد التفريجه ديال ماشي تحليليه 100% وماشي غير التفراج 100%، يعني كنتفرج وكنشوف الافكار وكنحاول نفهم اكثر، وفي نفس الوقت كنحاول ندوز واحد الوقيته زوينه انني نتفرج فيلم. تيكون عندي بعض الافكار في الاخر ديال الفيلم، افكار اللي كنكتبهم، ومن بعد كنبدا في سلسله ديال البحوث ديالي. كاينين مواقع بحال اي ام دي بي، انترنت موفي داتابيز، ولا روتن توميتوز اللي كيهضروا على الافلام وتعطيهم التصنيفات. اللي كيعجبني في روتن توميتو على اي ام دي بي هو ان فيه جوج ديال التنقيطات، التنقيط ديال الصحفيين والتنقيط ديال الجمهور، وبعض المرات كاين شي افلام تيكون فيه تخالف ديال التنقيطات. واي ام دي بي هو فيه اشياء زوينه بحال طرائف حول الفيلم، ولا احسن لقطات ديال الديالوج في اي ام دي بي. كنبدا هذا البحث الاول، غير فوقاش خرج الفيلم، شكون الممثلين، شكون المخرج، شكون الطاقم التقني، معلومات بحال هكا. ومن بعد كنحاول نبدا نبحث اكثر باش نشوف واش هذوك الافكار اللي كانوا عندي بحالهم بحال الافكار اللي ديجا تطرقات ليها. اليوم نهار الحد والشنيون الفوق ما فهمتش.
اذا كنبدا نبحث اكثر باش نعرف واش هذوك الافكار اللي فكرت فيهم زعما واش كاين شي ناس اللي ديجا تطرقوا لهاد المواضيع. وهنا صراحه وخصوصا فاش كنهضروا على افلام اللي هما كولت بحال The Shawshank Redemption بحال Matrix بحال Fight Club بحال كاع هاد الافلام اللي تقال عليهم بزاف ديال الحوايج ديما كتجيك صعيبه انك تلقى فكره ولا شي اونغل يعني اللي غادي تهضر فيه على هاد الفيلم بطريقه شويه مختلفه على الاخرين، ماشي غير باش تكون في الاختلاف ولكن باش انك تحاول تجيب شي حاجه جديده على الطاوله. وهذا هو اللي كنحاول نديرو. اما فاش كيكون شي فيلم بحال مثلا الافلام المغربيه اللي فيهم تحاليل قلال اللي كاينين على انترنت، فهذيك الساعه كيكون تحليل يعني فرونتال يعني ستريت تو ذا بوينت، كنمشي في التحليل ديالي باريحيه. اذا كندير ابحاث، الابحاث تيكونوا في مواقع يعني في صحف في انترنت اللي عندهم واحد الثقل وعندهم واحد المصداقيه واللي يهضروا على هاد الافلام ديالهم ديال هاد الافلام، منهم فرايتي مثلا اللي تيتخصص في السينما ولا مواقع واحده اخرى. فا كنجمع هاد المعلومات كامله وكتكون عندي في الراس ديالي بدات واحد الخيط اللي غادي نتبعوا، لان الحلقات ديال سوليما بودكاست كلهم عباره على ستوري تيلينغ. كنرتب بالامور ديالي بحال هكا كيكون عندي واحد الخيط واحد راس الخيط كما كيقولوا باش نبدا هاد لا فيديو، شنو هو الانسيابيه ديال المعلومات اللي غادي نهضر عليها، اللقطات اللي كنتوقف عندها. هنا في كيكون واحد الاختيار صعيب لانني ما نقدرش نهضر على كاع لي زاسبي ديال الفيلم، وخصني ندير اختيارات. وكما قلت لكم راه الكومنت سيكشن اللي كاينه تحت من الفيديو هو ماشي غير التعليق على الفيلم ولكن المذاكره، وكيكونوا بزاف ديال الافكار دائما اللي تخرجوا من الكوميونيتي اللي كيهضروا على الفيلم وعلى النقاط اللي تجاوزتها ولا ما هضرتش عليها ولا ما تعمقتش فيها. كنختار هاد راس الخيط، كنبدا نحط بحال قلتو واحد الاوتلاين، واحد الهيكل العظمي ديال لا فيديو. كنبدا بالنقطه الاولى، النقطه الثانيه، النقطه الثالثه، النقطه الرابعه، ومن بعدها تندير واحد موسيقى في ودنيه، تنحل واحد الفيشيي باش نبدا الكتابه الفعليه ديال الحلقه. الكتابه تنكتب مره واحده، تنحاول نبدل ساعه اخرى، نبدل شويه المجاج ديالي، وعاد نرجع نقدر ندير واحد القراءه ثانيه قبل ما تصور الفيديو. ومن بعد منها صافي كنشعل الكاميرا وكيبدا التصوير ديال الحلقه. من بعد التصوير ديال الحلقه عاد كيكون كتابه ثانيه صراحه، لان تما فين كنختار شنو هما اللقطات اللي غادي نزيد في المونتاج ولا شنو هما اللقطات ديال الحوار اللي غادي نزيد في البودكاست في اخر في الفاينل فيرجن ديالو. اذا هذا كنت باغي نبارطاجي معكم يعني البروسيس ديالي في الكرييشن ديال سوليما بودكاست. نتمنى ان فدت الناس اللي باغين يخدموا في الكرياسيون دو كونتوني، لان هادشي كيتطبق كما كاين في السينما كيتطبق يمكن على مجالات واحده اخرى. دابا غادي ندوزوا للبارتيه الثانيه ديال الفيديو اللي هي عندها علاقه مع التعليق ديالكم على اخر تحليل اللي كان هو ديال ذا شوشانك ريدمشن. مشينا التعليق الاول من مستر دريم. The Shawshank Redemption had an amazing storytelling technique. The story of Andy told from the perspective of Red with Morgan Freeman amazing narration voice. It wasn't a huge success when it was first released because of high competition with other great movies, Pulp Fiction, Forrest Gump, and because it didn't feature an important female figure, but it's still one of the greatest of all time. شكرا مستر دريم اللي جبتي هذا التوضيح، لان افكتيفمون فاش خرج الفيلم ذا شوشانك ريدمشن يعني كنفشل في القاعات ديال السينما، وكنت درت واحد الريل في انستغرام على هذه القضيه هذه، لان مورغان فريمان صرح براسو بان واحد من النقاط من غير هذه النقاط اللي هضر عليهم مستر دريم كانت صعوبه في التايتل The Shawshank Redemption. كان صعيب للناس انهم يتفكروا هاد السميه ولو يعاودوا ينطقوها، وكما كتعرفوا ان احسن اشهار كيبقى هو دائما word of mouth، وبنادم بقى ما تلقاش الاسم ديال. نوريكم مورغان فريمان كيفاش هضر على هاد اللقطه هادي. I saw this really terrific movie it's called the Shank Sham I'm shocked. One lady saw me in the elevator one time. She said, "Oh, I saw you in the Hudsucker Reduction." وهذا ما كيعنيش أنا من بعد بيان سور الفيلم ولا معروف والناس قدروا على حسب الفاليو ديالو.
نمروا لتعليق واحد اخر اسماعيل الهديلي اللي كيقول من بين افضل الافلام اللي تفرجت فيها تعلقت بهذا الفيلم لدرجة كل عام كنعاود نتفرج فيه على الاقل جوج مرات في السنة صراحة تحفة. هاد القضية هادي صراحة كانوا بزاف ديال الطلبات باش انني ندير ذا شوشانك ريدمشن، وكاين بزاف ديال الناس اللي كيعجبهم بزاف بزاف هاد الفيلم هذا، وكنفهم علاش كاين واحد التعلق بهذا الفيلم. ولكن هاد القضية اللي قلت اسماعيل فكرتني بواحد القضية اللي كنت باغي نقولها لكم. هو في المانيا، والناس اللي كيتفرجوا من المانيا تنوجه لهم التحية. انا كندوز واحد المرة راس العام في المانيا، وفي راس العام كيدوزوا واحد الفيلم كل راس العام، هو فيلم قصير سميتو دينر فور وان. غنخلي لكم الرابط ديال الفيلم في الديسكريبشن، لقاش كاين في يوتيوب مفتوح. واحد الشورت ستوري بالبيض والكحل اللي كانت هي بلونغلي ولكن بروديوسد اي ثينك من طرف الالمان. خليكم تفرجوا فيها وقولوا لي كي جاتكم، لقاش بزاف الناس قالوا لي ما كنهضرش على افلام قصيره. هذا اول فيلم قصير غنهضر عليه اللي هو دينر فور وان. تفرجوا فيه لانه فريمون تيضحك. دوزو كومونتير واحد اخر من بوزافور يوسف، قال لك الصوره الجميله في هذا الفيلم هو ان المكتبه وسط السجن بمثابه نافذه على الحريه، وان الانسان الذي لا يقرا كالمسجون رغم انه خارج السجن. كل ما ودي لكم سي يوسف. شكرا لك سي يوسف بوزافور. هذه من اجمل اللقطات اللي كاينين في السينما، يمكن حتى في الاضاءات يبان بان فاش كيدخلوا المكتبه الضوء تيكون احسن من الظلام. وباقي كان ان كومونتير اللي هضرني على الخدمه اللي دارت في الاضاءه ديال ذا شوشانك ريدمشن اللي كانت فريمون زوينه بزاف. المكتبه ايفيكتيفمون هذا الفيلم واحد من الدروس اللي كيعلمنا هو ان القراءه كتخلينا اننا نكونوا احرار، واخا نكونوا مسدود علينا لكن الكتاب في يدك فانك تقدر تجول العالم وانك تعيش قصص مختلفه ديال الكتاب مختلفين اللي كيعاودوا مغامرات مختلفين. اذا نقدر نتفق معك اخو يوسف، ومتنساوش قراو 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 قد ما السينما مزيان قد ما القراءه مزيانه. ندوزو لتعليق واحد اخر ديال جلال بي ان اللي تيقول لك الفيديو زوين ولكن كان منه الاحسن انك تخلي النهايه ديال القصه يعني بين قوسين الهروب حتى الاخر الفيديو وشكرا. جلال انا في الاول ديال كاع الاناليسيس كنقول لكم في الاول سبويلر اليرت، راني غادي نهضر على تفاصيل اللي غادي تحرق لكم الفيلم، وخصوصا في شوشانك ريدمشن لان الهروب ديال اندي في الاخر بالنسبه لي ماشي هو الصلب ديال الموضوع، ماشي هو المهم، هذاك غير النتيجه، لان اهم حاجه كتعاود عليها هذا الفيلم هذا هو المسيره ديال اندي في السجن وكيفاش انه بقى حر واخا هو محبوس ما بين الحيوط. يعني انا بالنسبه لي هذاك الهروب في الاخر ماشي بلوت تويست، ماشي شي حاجه، هو غير النتيجه يعني الاخر هابي اندينغ ديال الفيلم، ولكن الصلب ديال الموضوع والاهم هو هذاك الطريق اللي غادي تاخذها اندي من الدخول ديالو للسجن حتى الخروج، كيفاش غادي يتبدلوا هو وكيفاش غتبدل الناس اللي دايرين به. داكشي علاش انا بالنسبه لي الهروب ما كانش شي حاجه مهمه في الفيلم وقلتها من الاول. طه الهمام قال لك one quick note about Morgan Freeman narration. Was it necessary? I meant how would the movie take without it? صوت ديال مورغان فريمان زعما ما نقدروش نعلقوا عليه لان من احسن الفوا اوف اللي كاينين في العالم واقيلا، ودوكا كتبقى هذا شان ديال الاذواق، كاين اللي كيعجبوك اللي ما كيعجبوش مورغان فريمان. ولكن كما كنا هضرنا في سلسلات واحد اخرين هذاك الفوا اوف عندها المزايا ديالها وعندها الادفانتجز اند ديز ادفانتجز ديال الناريشن. علاش؟ لان الناريشن كتسمح لنا نفهموا بزاف ديال الحوايج دغيا، ولكن في نفس الوقت كتفسر لنا شي حوايج اللي ربما الناس كيقول لك بانه كان كسل ديال المخرج في راس ما يوريه لينا بالصوره، تيقولوا لينا بالكلمات. دونك هذا النقاش غيبقى دائما مفتوح، وتقدروا تقولوا لي في التعاليق واش نتوما مع ان يكون ناريشن يعني يكون صوت اللي كيعاود القصه في وسط الفيلم، ولا ضد هذه القضيه هذه، باش نشوف شنو هما الاراء ديالكم. ندوزو لاخر تعليق ديال 212 جيك، قال لك السلام، للاسف الفيلم ترشح بزاف ديال الاوسكار وما نبحش حتى وحده بسبب فورست جامب في ذاك العام. الفيلم اللي الى لاحظتي الاضاءه بوحدها عالم بوحده، اغلبيه اللقطات الشريره فيها الظلام والحبس اضاءه قليله والظل، وفاش خرج اندي من الحبس كتشوف الالوان فاتحه لاول مره في الفيلم،
كما قلنا 212 جيك هو توقف على الاستعمال ديال الاضاءه اللي كانت زوينه بزاف في هذا الفيلم، وقدرت انها من غير انها تطول وجوه ديال الشخصيات انها تعيشنا في واحد الاتموسفير ديال الموفي. وعنده الحق 212 جيك انه في التفسير ديالو خلانا تعيشنا ان الياس خلت الاضاءه والامل فاش كيكون الاضاءه زوينه. إذن بحال كتكون سالات الحلقة ديالنا ديال الفولو أب، نتلاقاو السيمانة الجاية في حلقة جديدة اللي غنهضرو فيها على فيلم مغربي ديال ليلى المراكشي اللي هو روك ذا كاسبا. فيلم زوين بزاف، إذا نسيرو تفرجوا فيه بالنسبة للناس اللي مازال ما تفرجوا فيه واللي باغين يحضروا الحلقة ديال الأربعاء الجاي ديال السوليما بودكاست. كنشكركم بزاف على المساندة ديالكم، وكنشكر بالخصوص الباتريونز اللي كيساندوا هذا المحتوى، شكرا لكم بزاف بزاف. ونخلي لكم الرابط في الديسكريبشن بالنسبة للناس اللي باغين يوليو باتريون ديال سوليما بودكاست. تلاو فريوسكم، تفرجوا بزاف ديال الافلام، ونتلاقاو السيمانه الجايه في حلقه جديده. تلاو فريوسكم.